صباح الخير. النهارده التوبيك بتاعنا هو عن الاوبتيكال ايلوجن. يا ترى ايه هو اصلا الاوبتيكال ايلوجن؟ فاحنا ممكن نشوف حاجتين زي الفيجر ده او زي الفيجر ده. الفيجرز دي ممكن في الفيجر التاني نشوف مثلا راجل كبير او ست مثلا هنا في النص، ست واقفه في النص، او ممكن نشوف ممر، او ممكن نشوف كذا حاجه، في كلب واقف برده على جنب كده ممكن نشوفه. بس يا ترى ايه الميكس ده؟ طيب ايه هو الاوبتيكال ايلوجن؟ الاوبتيكال ايلوجن هو عباره عن ديستورشن بيحصل للعين، فبيخليها تشوف الصور زي اللي احنا شفناها دي بطريقه ثانيه مختلفه، ممكن تبقى طريقه غير صحيحه، حاجه انكر جدا، او طريقه صحيحه. تعالى طيب دلوقتي نتكلم عن الهيستوري بتاع الاوبتيكال ايلوجن. تاريخ الاوبتيكال ايلوجن او ظاهره الخداع البصري دي بدا سنه 500 قبل الميلاد. في عالم او فيلسوف بمعنى اصح سنه 500 قبل الميلاد قال ان the mind sees, the mind hears, the rest are deaf and blind. فكان كل تصوره ان كل حاجه ملهاش وظيفه في الاوبتيكال ايلوجن، بس الحاجه الوحيده اللي ليها وظيفه هو المخ، ولا العين ولا الودان ولا اي حاجه. سنه 350 قبل الميلاد الانش انجليزي ابتدوا يستخدموا ظاهره الخداع البصري في التمبلتس بتاعتهم او في الاركتكتشر بتاعهم، علشان يدوا الاركتكتشرز بتاعتهم نوع من انترستنج، الناس تبقى منجذبه ليها، زي ما احنا بنشوف مثلا من خلال التاريخ مثلا حاجه زي برج بيزا او المتاحف الرومانيه القديمه، الناس لحد دلوقتي بتتصور عليها او بتشوفها حاجه انترستنج جدا. سنه 1900 ظهرت صوره لست عجوزه او بنت زي دي ظهرت في كرتون، فالصوره دي كانت كونفيوزنج للناس وكانوا شايفينها بطريقتين، وابتدت تطلع نظريات غريبه ان انت لو شفت الصوره دي بطريقه معينه فانت كده ممكن يبقى عندك مرض، لو شفتش الصوره دي بطريقه ثانيه فانت كده سليم. فابتدت تظهر حاجات غريبه، اشاعات غريبه. فلو جينا نتكلم عن الحته دي من ناحيه ثيوريتيكال شويه او من ناحيه النظريه او الساينتفك، ابتدى الكلام عنها سنه 1998، وهي كان ريسيرش عن الامبيجوس فيجرز، حاجه زي كده برضه. بس تفتكروا ايه هي بقى الامبيجوس فيجرز؟ الامبيجوس فيجرز دي عباره عن فيجرز بيبقى فيها اكتر من صوره في نفس الفيجر الواحد. يعني مثلا لو بصينا هنا هنلاقي ايه؟ هنلاقي عندنا صوره، الصوره دي باينه ان هي صوره بطه. طيب ماشي، البطه لو انا عملت كده هتبان ان هي ايه؟ هتبان ان هي صوره قلب. طيب الموضوع ده بيحصل ازاي؟ الموضوع ده بيحصل ان الاوبزرفر اول ما يجي يبص هو بيبص بيريلايز انتربريتيشن واحد بس من الاثنين اللي موجودين. طيب لما يجي هو حتى مثلا يقول له هتلاحظ الانتربريتيشن الثاني، لما يجي يبص عليه لما يحاول يريلايز الصورتين اللي موجودين دول ما يقدرش يشوفهم هما الاثنين مع بعض، يا اما يشوف الاولى بس يا اما يشوف الثانيه بس. طب تفتكروا ايه هو بقى الايم اوف ستادي بتاعنا؟ الايم اوف ستادي بتاعنا ان احنا بعد دراسات كتير لقينا ان في ناس كانت بتقول حاجات ثيوري، يعني عباره عن ثيوريز بس الثيوريز دي ما كانش فيها حاجه ساينتفك ليه. فالحاجه الوحيده اللي كانت ساينتفك وبيزد على الديفرنشال ايكويشنز كانت الامبيجوس فيجرز. الامبيجوس فيجرز هي كان الموديل الوحيد اللي كان بيزد على الديفرنشال ايكويشنز، وده كان السكوب بتاعنا. فاحنا الايم اوف ستادي بتاعتنا من الامبيجوس فيجرز ان احنا كانوا ثلاث حاجات، ان احنا نوضحها للناس، نوري ناس تيست سامبلز زي مثلا الصوره بتاعت الست او الست العجوزه او الست او البنت الصغيره. تالت حاجه ان احنا نشوف الاناليسز اللي دينزنجر وهاكن وصلوا لها ونعملها فاليديشن. الفاليديشن دي تمت خلال من الميثودولوجي بتاعتنا، الميثودولوجي اللي محب هيوضحها دلوقتي. احنا لما جينا نانلايز الموديل بتاع دينزنجر وهاكن ده لقينا ان هو بيديبند على اربع ايكويشنز اللي هم ايه؟ اللي هم دول. الايكويشنز دي مينلي بتديبند على تو بارامترز. ايه البارامترز؟ بيرسبشن بارامترز واتنشن بارامترز. البيرسبشن بارامترز دي اللي هي البارامترز المسؤوله عن العينين، اما الاتنشن بارامترز دي بتديبند على المخ اللي هي مسؤوله عن الاشارات والانتباهات من العين للمخ. فيما معناه ان البارامترز دي بتديبند على بعض. الايكويشنز دي بتتحل بويلر بس تحت كونديشنز معينه، الكونديشنز دي بتديبند على الديناميكال سيستم ثيوري. الديناميكال سيستم ثيوري بتقول ان الايكويشنز دي او الفانكشنز دي مش هتتحل او بتوسليت عند انترفال معين، الانترفال المعينه دي بتديبند على الثلاثه كونستنس اللي هم موجودين في الايكويشنز دي اللي هم الاي والبي والسي. الاي والبي والسي لازم يكونوا ايكوال، وايكوال كونستنت رابع اسمه جاما بفاليو ماست بي ليس ذان 0.3. طيب بعد ما عرفنا الكونديشنز دلوقتي اللازمه عشان ان الفانكشن دي تفايبريت او هي توسليت، الانترفال اوف تايم المعينه دي زي ما قلنا قبل كده ان الجاما لازم تكون ليس ذان 0.3 والاي ايكوال بي ايكوال سي. طيب اول سيميشن ريزلت طلع معانا بعد ما جينا نرسم الفانكشن دي على الماتلاب، طلع الجرافين دول
الجرافين دول بيعبروا عن البرسبشن بارامترز والاتنشن بارامترز زي ما بتوصلي الاوسيليت دي المينينج الاوسيليشنز دي المينينج بتاعها ايه ان الـ ان الفانكشن دي اما انت بتيجي تبص على الامبيجوس فيجرز عينك بتبقى بيحصل فيها ديستورشن او بيحصل ايه خلل ان انت بتقعد تشوف التو فيجرز دي لحد ما عينك تستقر على فيجر واحد اللي هو ده ايه ده الستيدي ستيت بتاعتك بعد ما الفانكشن بتقل. تاني سيميليشن طلع معانا اما زودنا الفالوز بتاعت ال A وال B وال C بفاليو بي ابروتش ال 0.3 كان الفاليو ده 0.2 الفاليو دي اما جينا نعمل السيميليشن ريزلت طلع بالشكل ده. الشكل ده معناه ايه؟ معناه ان الفيكسد ستيت او السي ستيت بدات تبقى موجوده. بدات تبقى موجوده ازاي؟ والفاليوز بدات تقرب لو لاحظنا الجراف هنلاقيه كومبريست على بعض. ده معناه ان الفانكشن دي فعلا بتابروتش للسي ستيت بتاعتها زي ما احنا طبقنا كونديشنز الديناميكال سيستم. طيب تالت ريزلت طلع معانا ان لما زودنا الفاليو بتاع الكونستنس دي لفاليو اكسيد 0.3 اللي هي الفاليو دي كانت 0.4 لما بجينا نسيميوليت الكلام ده على الماتلاب طلع بالمنظر ده. معنى ايه الكلام ده؟ ان الفاليو خلاص بقت في الفيكسد ستيت. الستيت ستيت دي معناها ايه؟ معناها ان خلاص مبقاش في اوسيليشنز. في المعنى الحقيقي ان انت عينك استقرت دلوقتي على شكل واحد من الشكلين اللي موجودين في الامبيجوس فيجر اللي انت بتبص عليه. بس سؤال كده معناها ايه الريزلتس اللي انت طلعتها دي يا مهاب؟ يعني مثلا ambiguous figure انا شفت صوره بطريقتين برضو انا ما فهمتش ايه الريزلتس دي. طيب الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انت طول ما احنا في الانترفيل اللي اتفقنا عليها دي والاوسيليشنز دي شغاله ده معناه ان انت كل انت عينك دلوقتي ايه في مرحله خلل. يعني انا كل ما ابص في الصوره لو نفترض ان هي صورتين في فيجر واحد تقعد تبص هتقعد تشوف الصورتين هتفضل قاعد شايفهم مش عارف تحدد انت عينك هتستقر على انهي لحد ما تيجي في الانترفال اما هتوصل فيها فيكسد ستيت عندك هتلاقي فيها ان انت ظهر عندك صوره واحده بس وان انت مش هتشوف الثانيه ومش هتعرف تفوكس غير لما تيجي تفوكس على واحده هتفوكس على مش هتعرف تشوف الثانيه وما تيجي تفوكس على الثانيه مش هتعرف تشوفها. ماشي بس برضه لما فهمتش ممكن تقول لي مثال عليها؟ على سبيل المثال الصوره بتاعت البطه والارنب. طيب الصوره دي احنا طول ما احنا بصينا لها احنا مش عارفين يا ترى دي بطه ولا ده ارنب ولا دي ايه اصلا. طيب لما نيجي نبص للصوره كده احنا شايفينها ارنب. طب ما نيجي نبص لها كده لا دي بطه ونفضل محتارين والحيره تفضل موجوده لحد ما انت تيجي في لحظه معينه تقول لا لا خلاص انا استقريت وانا شايف بطه او انا استقريت وانا شايف ارنب فانت الموضوع يبقى انتهى بالنسبه لك. بعد ما عملنا اناليسيس وسيميليشن واكتشفنا اصلا الموديل ده فاليد بعد ما شفنا السيميليشنز بتاعته على ماتلاب وجربنا الانترفلز بتاعته اللي هي تبع للديناميكال سيستم احنا الفيوتشر ورك اللي احنا بنحس الناس عليه ثلاث حاجات. اول حاجه منهم ان هم يرجعوا يستخدموا الاوبتيكال ايلوجن ثيوري او كونسبت في الاركتكتشر بتاعتهم زي ما الانشن جريس كانوا بيعملوا لان دي حاجه بتدي انترستنج للبيلدينجز بتاعتهم. تاني حاجه ان هي ان احنا ندي الناس الانكرجمنت شويه ان هم يشوفوا الثيوري دي او الاوبتيكال ايلوجن ثيوري من ناحيه المخ بس مش من ناحيه ان هي ثيوري بيزد على كونسبت زي الستريت لاين ايلوجن او السيركلر ايلوجن او حاجات بيزد بره جسم الانسان ان هم يشوفوا الجزء ده من البيولوجي شويه. تالت حاجه ممكن نستخدم فيها الاوبتيكال ايلوجن ثيوري او الكونسبت هي الترافيك سيستم لانها هتسهل فيه كتير. وبس كده انا هنا موضوعنا عن الاوبتيكال ايلوجن ثيوري وشكرا ليكم جدا.